بكل ما تحتويه من مشهد جمالي خارق، من مرجان، صدف، سمك، حيتان، قروش أو ربما ضبع، سبع، غزال، حيوانات برية وبحرية أو بحرية وبرية، كلها بمتحف الدكتور جمال يونس اللي عنده طريقة خاصة بالتعامل مع الزمن، إيقافه بكل ما تحمله اللحظة اللي بيكمشها من جمالية. قصة جمال يونس طبيب الأسنان اللي من مدينة صور، من كتر حبه لهوايته صار عنده متحف الحياة البحرية والبرية والمشروع لقدام. لما كان الصبي صغير جمال يتمنى تجمد اللحظة على مخلوق بحري، يمكن سمكة، يمكن نبتة، أو يمكن مشهد حلو، بس مش كل شي بيتمناه بيقدر يناله. قرر يحنط، لكن قرار التحنيط تبلور مع الاختصاص الطبي. مش بس هيك، الطبيب الشاب طور طريقة بالتحنيط ما بيعطي أسرارها لحدا. قرار التحنيط ما كان وارد بهالعمر الطفولة، لأنه ما كنت أسمع ولا أعرف بالتحنيط عن هالشغلات. قرار التحنيط اتخذته كان بعمر 14 أو 13 سنة، أول ما بلشت اصطاد سمك بالبارودي. البارودة اللي فيها نبلة نقوس فيها السمكة. كنت انزل اتصيد، صرت شوف مناظر اجمل واكثر، وصرت بعد عن الشاطئ، يعني فوت على الاعماق وشوف اسماك اكبر. بلحظتها اقول شو هالمناظر الحلوه، يا ريت في احتفظ فيها على طول، او هالسمكه اللي كنت ما قدرت اصيدها تمرق من حدي والمحها، يا ريت في صورها، يا ريت بتكون قدامي. في مرات يكون البحر هايش او الدنيا شتاء ما في انزل، اشتاق للبحر. تجيني الافكار كمان في الذكريات، شو كنت تشوف، شو كنت اغطس واشوف الاسماك. One of the most interesting and must-see places in Lebanon is the Marine Life Museum, situated near the port of the southern coastal city of Tyre. The museum holds thousands of marine species. Ironically, the museum was not founded by a hardcore professional diver, but rather by a dentist. Dr. Jamal Younes, who is an orthodontist, is passionate about the sea and its thousands of hidden treasures. His passion led him to gather a huge collection of marine animals that are only found in the Mediterranean Sea.